لقمة العيش مغموسة بالدم، عبارة بات يعرفها بل يعيشها سكان حلب بعد أن حالت بينهم وبين سبل عيشهم رصاصات قناص اعتلى أسطح المباني ليغلق عليهم منافذ الحي والحياة. فلم تفرق رصاصاته بين من خرج طلبا لقوت يومه وآخر يترصد له. وين كنت واقف؟ بالفرن الشعبي الاصلي. مين ضرب عليك؟ الجيش النظامي من قصر البلد والقلعة. هذا سلاح المواطن، هذا سلاح المواطن اللي بده يجيب. واقف فيه خاي. حال هذا الطفل لا يختلف كثيرا عن حال أبو محمد الذي يعمل كسائق لسيارة أجرة. هو في خطر بس لقمة مغمسة بالدم، إذا من هون ما دي أمره ومن هون ما بدأ أمره ما فينا نشتغل ولا نشوف الشغل. طيب في ناس ده تروح بيوتها، عم نجي بيوتنا هون نطمن عليها، شغلنا عملنا، طيب شو نعمل؟ يعني أنا من يومين فايت ولا هيك بتسرع شوي وبحاول أعمل مناورات بالسيارة مشان قناص أسرى البلدي وضرب الطلقة، ولكن الطلقة فاتت بالزفت. أوصلنا أبو محمد إلى النقطة الطبية لنقابل هناك الدكتور فارس. يوميا بنقطة هون عم نشوف حالة 2:30 حالة قنص، ما فينا نقدم لشي، عم نقف عازين قدامهم. معظم حالة القنص عم بتكون بالقلب أو بالرأس، بالصدر بشكل عام. في حالة أنا يعني شخصيا بكتني هاي الحالة، كانت امرأة حامل والطلقة كانت مستقرة ببطنه. يبدو أن الناس هنا قد ألفوا خوض معركة مع الموت رغبة في الحياة. وائل عادل، حلب.